الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشرف، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أهل الورى ناطق وأصدى، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صلِّ على محمد وافتح من الخير كل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه. يا لك بسروره قد توالى
بحبيب عم الأنام نولا إلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه كدرك في الحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لا حدته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما كدر عنه رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وجه اللسان ويحار في تعجل مانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لك تجاكم رسول من أنفسكم عزيز علينا عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى فاجأتهم هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صعدونا في دنيا أوصونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا أوصونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا أوصونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في ولا غير
ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاجا كل نور وانفذ الحج حكمه على من اتم الله عليه النعمه من خاس الامه اي حضر عند ودعه الامه هانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه وعلى آله فحضرت بدربه من سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالبسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فغفلت سرح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مضينا للعلم بالتعظيم والسجود صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
وسلم وبارك في وعلى آله. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.